أنا بي اغتصبنا نحن أربع بنات، ما خلى ولا وحدة فينا. أول شيء أختي الكبيرة، ورجع أنا، رجع اغتصب أخواتي الأصغر مني. تجوزي ثلاث نسوان، آخر وحدة هي صارت تعاونه وتشاركه بأنه يغتصبنا، يعني صارت هي تنام معه ومعنا كمان. كانت تقلي مرت بي اسمها، كانت تقلي شو بيطلب منك أبوكي، ردي عليه وافق عليه، هذا بيك وما بعرف شو. أنا قلت له كتير لبي، قلت له بابا أنه هذا الشيء مش حرام مثلاً، بجوز هذا الشيء. كان يقول لي بابا أنا أبدا من الغريب. نحن أربع بنات، كل وحدة صارت بديرة فينا. صار لي أنا وإخواتي مش شايفين بعض أكثر من 10 سنين، وأختي تجوزت أساءت مثل ما بيقولوا الاختيار، بسبب أنه هربت من بيها لترتاح من العذاب هداك. تجوزت شخص كتير يعني بيعنفها، بيعنف أولادها. أنا عندي 7 أولاد من 3 رجال، وبضطر أتركهم كل يوم من الصبح لعشية لحتى أقدر أشتغل. هذا الصبي عمره هلأ 5 شهور، بضطر أتركه مع أخته. بيهتم بخي الصغير وبإخواتي، بس ماما تروح على الشغل بحفظه، بعمل له قنينة وبنيمه. وصلت لمرحلة أني اضطريت أرجع طلعت دفتر عمومي وعم بشتغل على التاكسي، لأني أنا حاملة مسؤولية الأولاد. أنا رفعت على بي دعوتين، مرتين رفعت على دعوة، أول مرة لحاله والمرة الثانية مع مرت بي. أنت بي اللي اغتصبتني واغتصبت أخواتي، أنا بطلب لك الإعدام وكتير بكرهك، أنت دمرتنا ودمرت عائلتنا كلياتها. سهيلة، أنت معي باستوديو وطالعة بثقة هيك، كأنه كم الكره اللي جواتك مخليك ما فرقاني معك. أيوه كتير. بي كأنه جابنا ليأذينا. ما بعرف إذا كلمة بدي أحكيها كتير قاسية هي، إذا أنا يعني هو جايبني، أمي جايبتني منه، لأنه العالم صاروا يشكوا يقولوا لي أنت بركي منك بنته. إيه بس أخواتك الثلاثة كمان عم يتعرضوا لنفس الشيء. نفس الشيء صح، بس أنا أكثر إنسان تعذبت، وهن كلهم تعذبوا، بس العذاب غير عذاب أمه. هو اغتصبنا، عذاب مرت أب، ضرب، تعنيف بالبيت، حرمان، أسى بشكل مش طبيعي. يعني لدرجة أنه وقت اللي بي تجرأ يعمل هذا الشيء ما كنا نسترجي، نحن سنتين وهو بي عم يعمل هذا الشيء، نحن ما كنا نقدر نحكي لحدا أبدا. بس أنتم مع بعض مش عارفين؟ أنا بالأول قال لك شغلة، أنا أول ما بلش بي معي ما كنت عارفة أنه هو عم يعمل مع أختي أبدا، ما قالت لي أختي. بيتكم كم أوضة؟ سأبت أنا بيتكم كم أوضة؟ بيتنا كان بطرابلس، غرفة لإلي ولا أختي، غرفة لخي ولا خي للصبيان، وغرفة بينام فيها بي ومرت بي. كانت تنام على الكنباية برا، لأنه بسبب شخير الأولين الثانية. بسبب شو؟ بسبب الشخير، أنه كانت تشخير. فما كانت تنام معه بالأوضة، عشان هيك هو كان ياخذ راحته أكثر، وكان نومه تقيل. طب خليني بلش من الأول. أول شيء قد ايش صار لك ما شفتيه لبيك؟ هلا صار شيء شفته آخر فترة. الكل صار يقول لي طلعي وصالحي، وهو كتير وضعه تعبان وهيك. جربت تواصلت معه شوي، بس بعدين حسيت انه ما قادرة اكفي يعني، وانا صالحه، لانه ما في بقلبي شيء تجاه انه كهو بي لإلي. قد ايه كان اعماركم؟ يعني قد ايه كان عمرك؟ انا كان عمري شيء 12 سنة تقريبا، مثل انه بنت اول ما عم تطلع. انا طلع بجسم حبوب، وجيت عم قلها لمرت بي انه ماما طلع لي حبوب بجسمي، فقالت لي بس تيجي ستك خبريها، ستي اللي هي امها لمرت بي. بس نحن لانه وعينا على مرت بي. امك وين؟ امك وين؟ امي من انا وصغيره تركتنا كانت، بعرفها بس بعرفها ما يعني معرفه بعيده، يعني كنا من العيد لنعيد نروح لعندها زياره، واجت الدوله لتسلمها ايانا ما قبلتنا. ما قبلت. وما شفتي امك من وقت ما كان عمرك 12؟ ما بتعرفيها؟ شفتها. فجيت انا عم اقول لستي انه على الحبوب، لك يا تيتا طالع الحبوب وهيك. كان بي قاعد حد ستي، وعليت انا يعني ماني فهماني انا كنت بعد انه
فهمتي علي كيف؟ نحن كثير كان عندنا خجل بهذا الشيء. عم تلومي حالك انك اغريتيه بلا ما تقصده يعني؟ ما تقولي اخواتك الاربعه كمان هيك. ايوه بالضبط. طب افترضي انا انه هيك بتعتبر، افترضي انا مستحيل يعني. كثير كنت ابكي وانعصر بيك هذا يا سهيلة هو اللي مغلط 100%، ما تحملي حالك ولا ذنب. قد ايه عمرهم اخواتك كان؟ اخواتي اختي انا بعد ما خلص بيي مثل ما انا عم اقول لك وقت اللي صارت هيدي القصه وصار بيي بشكل مباشر كيف صار انه بحجه تعملي لي مساج لاجري، روح لاعمل له مساج شوي 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 وصار يدق وتواقح وتمادى يوم عن يوم جمعه عن جمعه. اخر مره انا فقت الصبح وبدي اقوم على التواليت شفته كمان عم يعمل مع اختي، انصدمت فتت صرت ابكي وانهار بدون ما يحس علي. طب نحن عم نحكي عن عملية اغتصاب كاملة؟ تقريبا. في تقرير طبيب شرعي بوقتها جابوا تقرير طبيب شرعي. انت كنت 12، اختك قد ايه كانت؟ اختي اكبر مني بسنة. واثنين البقايا؟ اخواتي ما كان نبلش فيهم ابدا لانه كانوا بهذا العمر كثير صغار كانوا. بس وقت صارت قصتنا نحن وصار في مخفر ابو سامره عرف بالموضوع، رح روح على المخفر بس عم بمشي شوي شوي. اخواتي اختي بلش فيها كمان بالتسع سنين يعني، وقت اجت عم تحكي لي كانت قساتها تقرض بالحكي، قالت لي بابا عم بخليني اعمل سي انا ما بقدر اعمله، حكت لي شغلات يعني كثير صعبه احكيها هيك على الهوا. انا انصدمت بوقتها، قلت لها انا بتوقع هالشيء، ما انصدمت يعني بصراحه بس معكي. سألتك أول ما بلشنا إنه منين جبت الجرأة لتطلعي هيك إنه كمل حقد اللي جواتك تطلعي مكشوفة، قلتي لي إيه أنا حاقدي عليه، بس ليش هلأ قررت تحكي؟ أنا مليت، عم بتعذب كتير، أنا من لما خلقت عم بتعذب كتير يعني، كل ما التجأ لباب بلاقيه عم بسكر وعم جيب أولاد. ايه بعرف انه عم تجيبي اولاد واصلين، عم بظلم معي واصلين له لهيدا الجنون اللي عم تعمليه. طب خليني ارجع بس على البيت شوي قبل. بيك مجوز ثلاثة؟ ايه امي. ايه انا هذا اللي وعيت لهم. ايه. امي انا ماني واعية على امي يعني، بس اللي بقى اكيد جابني من امي يعني مش من مرت بيي، والمرت بي اللي انا وعيت لها وهيدي الثالثه اللي تجوزها هلا اخر وحده. وبيكونوا كلهم مع بعض جامعهم ولا بيطلق وبيتجوز؟ بيطلق وبيتجوز، بيطلق وبيتجوز. وانتم الاربع بنات مش من نفس الام يعني؟ لا نحن بنتين من ام وبنتين ثانيين من مرت بي اللي تشكت عليه اول مره اللي كانت معنا بالبيت. في مرت بي تشكت معكم، وقفت معكم بالدعوة؟ اول وحده. ايه بس انت بس اللي ادعيتي سهيلة؟ لا اخواتك كلهم؟ اختي ادعت معي. وانا ادعيت ورجعوا وقت اختي تشك يعني حكيت لي وقت طلعت انا زياره بعد ما انا تجوزت، طلعت لعندهم زياره وحكيت لي وطلبت مني ساعدها، كانوا قاعدين ببشره. بعد قد ايه وقت تشكيتي اول مره؟ بعد سنتين. وبهالسنتين كانت عمليه الاغتصاب مستمره؟ ما كنا نسترجي نحكي شيء لانه كان كثير وحش، كان كل ما يضرب حدا فينا يروح في حدا فينا على المستشفى بكل قتله بيعمل لنا اياها. ما حكيتوا مع بعض ولا مرة شو عم يعمل فيكن؟ بلا، كنا أنا وأختي كتير نتعذب، كانت أختي كنا أنا وأختي حلمنا إنه وقت نتجوز كل وحدة فينا تجي لعند التانية، كل وحدة منا تزور التانية. للأسف يعني بسبب بيي هي راحت بطريق وأنا بطريق. طب ليه يعني هذا الشيء خلق خلاف بيناتكم؟ إنه بيك ما إنه هي تجوزت إنسان متخلف كمان. يا ريت متخلف، مجنون حاقد ما بعرف شو قصته، عنده مرض نفساني. تشكيته على بيك بتهمة شو؟ اغتصاب. التعنيف ولا الاغتصاب؟ دغري الاغتصاب. حكيته بالموضوع يعني فضحته الموضوع. نحن تقلك شو الموضوع كيف تشكينا. أنا كنا نحن أنا وأختي كتير حابين نخلص من الشيء اللي يعني اغتصاب، ومن ميلة تانية ضرب، ومن ميلة تانية بتحسي إنه عايشة بالبيت كخادمة مش كبنت إلك حق بهذا البيت، مثل أخواتي اللي كانوا من مرت بيي. قبل ما تشتكوا ما عندكم خال، ما عندكم عم، ما في مرجع ديني بهالمنطقه اللي انتم فيها؟ نحن اقول لك شغله، كان نحن عندنا الباب على طول مقفول. حتى الشبابيك كانت ملحمه، كان باب حديد. طب وصلتوا بعد هذا الوقت انه وصلنا هذا بعد هذا الوقت مثل ما بيقولوا انه اجت مرت بي بوقتها لقيتنا عم بحكي مع شخص من ورا الباب، اطلقوها ضربتنا كثير وهددتنا بدها تقول لبيي. جيت انا واختي اتفقت، طلعت هيك لقيت حالي اكل قتله واكل قتله يعني حاكل قتلي على الحالتين، اذا حكيت عن بيي ولا ما حكيت عن بيي. ام مرت بيي بدها تقول له
بقصة أنه شافتني عم بحكي مع شخص مع أنه من وراء الباب. هذا الشخص كان عم بساعدكم يعني لتوصلوا لنتيجة؟ هو كان أنه مثل ما بيقولوا حب مراهق يعني. كنت قساتني كتير أنا صغيرة ومجرد حكي ورسائل. طيب ما حفوت بهالموضوع هلا لواصلة لارتباطاتك؟ فجيت أنا قلت لها لمرت بيي، قلت لها هيدا إذا أنا عم بحكي مع هذا الشخص من وراء الباب، بيي صار له سنتين اخذ راحته وعم يعمل هيك وهيك، وحكيت لها أنا القصة كلياتها، قلت لها أنت نايمة برا على الكنبة وما عم بتحسي على شيء. طلبت مني مسكية انه بجرم مثل مجرم المشهود تشوفه يعني. قلت لها ما عندي مشكله، بفيق انا على بكره. وهو بيجي بالعاده كل يوم الصبح بفيقني قومي اعملي لي مساج لاجريه، الكل نايم، مره انا ومره اختي. انا فقت ثاني يوم عيط لي وهيك، واتفقت معه انه بس اسعل بتفوتي. فعلا سعلت وفاتت وشافت ورجعت سالت وقالت له شو هالوساخه اللي عم تعملها مع بناتك؟ شو هالشي اللي عم تعمله؟ قال لك الزابين شو بدك فيهم؟ قالت له انا شفت بعيني. مرت بيي ساعدتنا، اخذتنا على المخفر، تشكينا وقدمنا وصاروا ست. ولا مره واجهتيه وقلتي بلا واجهتيه بالمحكمه؟ لا واجهته لبين بلا. قلت له بابا هذا الشيء مش حرام يعني، واجهه وعيط وصرخ ما استرجي. نحن كثير شخصيتنا كانت كثير ميته بالمره يعني. مرت بيك وقفت معكم وانتم بنات عم بتتعرضوا للاغتصاب من بيكم، المفروض هو يحميكم وبنقيكم بالدور يعني حسب مزاجه ومين انت ولا اختك. ومرته كمان مزوج ثلاثه، وقت بده يتجوز وقت بده يطلق يعني. مش بكل الاحوال هذا الشيء ليش ما وصل انه ضل مسجون؟ قد ايه انسجن؟ انسجن ما طول. قد ايه يعني؟ ما بعرف انا لانه فوتوني على دار الصليب. ايه بحجة انه شو؟ انه بيشوف فتت على دار الصليب. ايه ليه فتت على دار الصليب؟ فتت على دار الصليب لانه وقت اللي انحبس الدولة سلمتنا لستي وجدي. ايه من ميلة بيك؟ من ميلة بيي. ستي وجدي بدهم ايانا نغير كلامنا، قولوا هيك، قولوا السوريين، قولوا فلان. قلت لها ستي كيف بدي اقول؟ والعالم كله بتعرف انا اللي احنا عندنا الباب ما بيفتح. نحن الباب بيي ملحم الشبابيك ووقف 20 قفل قبل ما يطلع من البيت. كيف بدي اقول؟ ليش بدي اقول؟ كتير صار في ضغط علينا من قبل ستي وجدي. ستك وجدك سمعوا هالحكي وبيك توقف وانحبس ومرت بيك شاهدة وبدون ياك تسكتي وتقولي انه ما في شيء ولا بتكوني مجنونة يعني او بك شيء نفسيا؟ لا لكمل لك شو الموضوع. انا فصار في كتير ضغط علينا، كتير 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 ضغط. فاتفقت انا واختي انه بدنا نهرب، لانه اخر شيء صار جدك يتقل بالحبوب اللي بيشربها، كان ياخذ حبوب ميجادون. واجت ستي تعمل لي اذا مات جدك بدي اقول انتو السبب. أنا كتير خفت هون. أمه وبيه ما بعتوا وراه يسألوه شو عامل ببناته قبل؟ ما بعتوا، لا بالعكس صاروا عامل لك يعني ضغط علينا حتى يحط مسجلة يعلمنا احفظوه هيدا الحكي لازم تحفظوه مشان تقولوه بالمحكمة. طبعاً هربت، فكرت أهرب، هربت. ما كنا نحن قلت لك ما كنا نطلع، ما عرفت وين بدي روح. أهرب أمشي أركض بالطريق ما أعرف وين بدي روح. ما كنا نعرف بالطرقات. أنا هلا إذا بنزل على طرابلس ما بعرف أمشي فيها. كنا محبوسين بقلب البيت ما نطلع، ممنوع مشان ما نحكي لحدا. عرفت علي كيف؟ وقت اللي هربت ما عرفت لمين التجئ وكيف. رجعوا كمشوني المخفر وسلموني لإلهم لستي وجدي، وصاروا يقعدوا يحكوا مع بعضهم احسن الشيء هيدي تفوت على دار الصليب. هون عمتي من الكويت بعتت مصاري، عطتها لاختي ثياب، عطتها. نحن كنا كثير بالبيت محرومين، كثير 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 كثير. كانت تفيق اختي بالليل بالسرقه تعمل اكل وهيك وتجيب وهن ونايمين، كثير كنا محرومين. عرفت علي كيف؟ ممنوع الاكل يعني بالبيت؟ مش قصه ممنوع، بينحط السفره بس يشبعوا هن، لازم نحن خلص نشبع. حتى لو شبعنا ولا ما شبعنا، حتى اذا كان البراد بقلبه مثلا عنب نشيل حبه العنب، محل حبه العنب بده ينقال مين اللي اكلها. او حدا الكل بضل ياكل اكله لحتى حدا يقول مين اللي. يعني هي لهي الدرجه. انا بعرف انت رح تنصدمي بس هذا الشيء اللي كان عم بيصير معنا. وانا هذا الشيء كنت من انا وصغيره اقول يا رب انا اذا بكبر وبصح لي بدي هيك يسب له، بدي مدري شو. عنده اولاد منا لمرته؟ بلا. بيتعاطوا معهم بغير طريقه؟ هلا صار هيدي ايه؟ هيدي اللي هلا معهم ما بتجيب اولاد هيدي. لا لانه كانت عم بتعدل لك الاكل. هو لا ما بيتعاطى مع اولاد مرته بغير طريقه. ما بيتعاطى هو طبعه وحش، بس بالنسبه للبنات عنده نوع الوحشيه الزايده يعني. بس هي مرته يعني مرت بيي ما كانت تعامل اولادها مثل ما بتعاملنا يعني. انا بقول يمكن هذا الشيء بكل مرت بيي. ما عندها بنات كان؟ بوقتها لا ما بعد ما كان عندها. كان عندها بنت صغيره بلا اسماء ايمان. ما خافت عليها منه؟ ما لا ما بالاول ما قالت له يعني. ما كانت هي تعرف انه بي هيك عم يعمل. انا عم بحكيكي على الاولانيه. وهلا قلتي لي انه هو مريض وعم يخلص يعني تقريبا. ايه مثل انه عم بيموت وعايش مع اخر مره اللي ما عنده منه اولاد.
صح. واولاده كلياتهم تشردوا؟ اولاده يا شو بدي اقول لك، خيي الكبير قولي لي هلا وينه؟ شو عنده اولاد؟ بقول لك ما بعرف. خيي الثاني كمان قولي لي وينه؟ شو عنده اولاد؟ كمان ما بعرف. اختي قالوا لي هذيك المرات انه فاتح لها محل موتوسيكلات، اتصلت فيني مره اختي قال سهيله جيبي لي رجال وتعي لعندي. قلت لها ليش شوفي؟ قال جمال خليني اعمل الشيء اللي كنت عم اقول لك اياه من زمان. قلت لها شو هو؟ انه بده اياها تقرب على حدا. قلت لها شو عم تحكي انت؟ قالت لي طلعت لعندها. قال سهيله بس ما تقولي لجمال انا اللي خبرتك. قلت لها اوكي. طلعت قال طلعت وهيدا صار يقول لها يسريها لاختك وفلليها وكذا وهيك، وعليت انا وياه وحمل اولاده عصي اذا بتفوت على المحل اضربوها اذا كذا. رحت انا التجأت للقانون قالوا لي اطلعي ارفعي فيه دعوه بالنيابه العامه. طلعت رفعت دعوه فيه ما حدا تحرك لهلا بعد مرفوعه الدعوه ببيت الدين بالشوف. انا اختي شو ما قالت انا بعذرها بصراحه. اختك قالت كلام كثير سلبي عنك يعني. قالت بعرف. كلام كثير سلبي ومعترضه يعني. ومعتبره يمكن انه الشيء اللي سالتك اياه انه انت طالعه مكشوفه، معتبره انه انت بدك تفرغي كل شيء عندك، بس اللي عمله بيك هو اللي بشع مش الكلام عنه. طيب انتوا دعيتوا عليه مرتين. اول مره دعيت عليه ما قلت لك بوقتها وفات على السجن وصاروا يخططوا ستي وجدي كيف انا لانه لازم يخلصوا مني لانه انا مشبصه برايي غير كلامك وهيك. شربوني حبوب منومه كميه كبيره وبطلت عندي اعصاب ارتخت، بتعرفي شو حبوب مجادون كانت حبه صفرة صغيره. اخذوني عند دكتور اعصاب وصار يسالني الدكتور انه شو يعني يسالني اسئله ما اوعى عليه لانه مثل حسه هيك معتم وبعيد. قعدتي وقت بدير الصليب؟ قعدت فتره كثير كبيره. رجع بيك طلعك؟ وكنت شوف كثير ناس عم يجوا زيارات لعند المرضى، عم يجوا يجيبوا لنا اغراض هيك، اتحسر على حالي ما عندي حدا يسال عنك ابدا. وبعد 3 سنين ونص بتعيط لي الناس بتقول لي عندك زياره. انصدمت انا طلعت ولا شفت بي ركضت بدي شيء منه اطلع معه. ما بدك اياه؟ لا قلت له ما بدي، خليني هون مع المجانين احلالي. وصارت الناس مع المرضى صهيلة مش المجانين. اجى اول مره صار يقول لي يا بابا انا تبت، انا غلطت، انا كذا، وانا تجوزت هلا وحده غير هيديكي ورح تكون كثير منيحه معكم ورح تكون هيك كذا وهيك من هذا الحكي يعني. ايه طلع شو؟ رجعتي على البيت سهيله رجع كفى؟ رجع اخذني شوي شوي رجع نفس الشيء. قلت له يا بابا مع اساس انت بطلت؟ قال يا بابا اللي بده يبطل الدخان بيوقفوا شوي دغري شيء ولا بيوقفوا شوي شوي يعني، اللي بيشرب 3 علب بيصير يشرب علبتين واللي بيشرب علبتين هيك. صار يوضح لي اياها يعني انه ما بيقدر دغري فجاه يبطل. واخر الشيء اللي انصدمت فيه قلت له طب قال لي مرت بيك ما تاكلي همها وهيك. طلعت لقيت فعلا مرت بيي كمان عندها تحرش فيني وعندها موافقه معه. مرت بيك عم بتشارككم يعني انتم كنتوا تعملوا جنس جماعي يعني؟ نعم. انت واختك ومرت بيك؟ لا اختي هيدي خلص اتجوزت. انت ومرت بيك وبيك؟ ايه هيدا بعد ما رجع طلعني من دار الصليب كانت اختي اتجوزت. مرت بيك قد ايه عمرها؟ وقتها كانت عمرها بال40. وبيك؟ عمره بال45 46 هيك. وانت؟ انا كان عمري شيء وقت اللي طلعني من دار الصليب كان صار عمري شيء 16 17. وثلاثتكم بفرشه واحده؟ وهذا كيف كنت تحمليه هذا الشيء؟ ما كنت احمله بس هربت. هي كيف كانت تقبله على لاقول لك شيء؟ انا هربت. هي كيف كانت تقبل هيدي المره اللي عندها اولاد ولا اللي ما عندها؟ ما عندها اولاد هيدي ما بتجيب اولاد. وعجبتها هي اللعبه؟ عجبتها حسيتها اكيد عجبتها. ما عجبتها ما وافقت عليها. انا قلت بركي مضغوطه بركي بتحكي هي لحدا بركي بغياب واقعد احكي معها والا تعملي. عمرك 16 سنه وفتح رفعت دعوه وفتح على دير الصليب ووصلت العالم يعني ليش قبلتي هذا الشيء يصير؟ ليش قبلتي انه هلا سيناريو جديد وطريقه جديده ما قلت قلت ما خليني اقول لك ما قبلت. انا اول مره هربت من البيت من بشري حتى مع الموقف كانوا الموقف بشري بيعرفوه لانه كان بوقتها نقل على بشري كمشوني دغري من الموقف ورجعوني لعنده. رجعوني عند ستي وجدي اجى بيي اتصلوا فيه قالوا له تعال خدها. اجى اخذني وضربني وهيك ورجع رجعني على البيت. المره الثانيه هربت كمشتني مرت بيي كان بيي منه بالبيت واتصلت فيه قلت له بنتك عم تهرب من البيت. وقت اجى بيي وبده يضربني انتكبيت على حالي شاي عم يغلي. شاي عم يغلي يعني قلت له لمرت بيي بدي اكل. قال امي كلي قمت غليت بريق شاي حطيت كبايه عم تغلي. حاولت انتحر فيها ما صار لي شيء بس انه جلبت جسمي وتحروق وهيك. هاي هي وصار يقعد يعيرني انت بوقت تتجوزي وانت هيك وانت هيك. واخر مره رجع وقت جاب اخواتي حاولت استنجد بخيي الصغير. قلت له اول مره لخيي خيي خاف راح قال له. ثاني مره قلت له عبد الرحمن انت ما تقول يعني ما تقول انه
شو اللي صاير؟ يا خيي شوف بس بعينك اذا انا كذابه ولا صادقه. قال ايه طيب ماشي. عشيه كانت راس السنه وكانت مربيه عم بتجهز حالها وهيك وفات خيي. اتفقت انا وياه مثل ما اتفقت انا وامه اول مره، هيدا خيي من مربيه. من مربيك المنيحه اللي وقفت معك. ايه. اتفقت انا وياه وقلت له شوف بعينك. فعلا كمان اجا بالليل وجهز وشلحني. مش قادره اتخيل انا المشهد انه بي ومرته وحاطط بنته. اذا انت مش قادره كيف هو خيي تحمل، انا ما بقدر اوصف لك. فات خيي لعنا بوقتها بحجه انه بده يشرب مي. فات وسعل قام تنطت مرت بي وقال يي محمد كيف هيك انا ما بقدر. سالتك امك وين؟ قلتي لي انه امي من زمان تركتنا. صح. وسألتك إذا رجعتي شفتيها، طب بنت عم تمرق بكل هيدي الظروف وعم تعرض لكل هالأشياء. ما شفت الغريب ما شفت. مع إني أنا لهلا بتمنى إني شفت. بعدها ما بدها إياكم. ما بعرف هلا إذا هي بدها إيانا مريضة شو وضعها، ما بعرف عنا شيء. آخر مرة خيي الكبير قال لي أختك أمك عم تموت، أمك مرضانة، أمك تعبانة، بيتها بظهر العين وأمك بدها تحكي معك. طلعت ودورت هون ودورت ودورت ما كنت لاقيها، طلعت على آخر الدنيا لحالي بالتاكسي. بتلوميها إنه هي السبب شوي؟ أكيد. كان عندي سؤال هلا تذكرته، ما خاف انه حدا فيكم يحبل بيي؟ ايه يعني انتم بنات. ما خاف؟ ما كان يتعاطى معنا مباشر من هيك. ايه اه كان خلف. اوكي خلافا للطبيعه كمان. كم عقده فيكي سهيله؟ كثير كثير كثير. انا يعني موصله لمرحله كثير عم حاول انتحر. اذا انتبهتي على ايدي حاولت كب حالي من البراندا، حاولت كب على حالي شاي. انا عم حس اني انا انسانه منبوذه من الحياه. بدار الصليب تعالجتي وارتحتي؟ لا أو؟ اصلا ما كان اشي بشيء. انا وقت فت على دار الصليب ما كان عندي شيء. هلا انت بحاجه لرعايه نفسك. انا هلا صار بحاجه لدار صليب. صرت عم حس برجفه، صرت عم حس بتعب نفسي كثير. ما عم حس بامان وين ما بروح. على طول عندي صرت خوف. واحدة من فيني سميها ردود فعل الشيء اللي عم تعمليه انت ولا جنون انه بتتجوزي وبتخلفي وبترجعي بتطلقي بترجعي؟ لا انا وقت بتجوز ما بكون مفكره اتطلق، ما بكون مفكره اترك. بس الشيء اللي عم بيصير معي بفتره الزواج، يعني اول شخص انا تجوزته كانوا عارفين الرجال. انا ما كان بهذا الشيء رجالك ثلاثه كانوا عارفين بهذا الشيء؟ رجالي تجوزت ثلاث مرات كلهم عرفوا بان عرفوا قصتي قبل ما ياخذوا. عارفين. وعلى فكرة أنا يعني أحياناً عم بتعرف على رفقات مثل إنه أنا عم فشلهم خلقي، لأنه بتعرفي لا أهل ولا أخوة وكشي، وبحكي عن قصتي مع الوقت بيصيروا يعايروني فيها. هذا مجتمعنا بهت الواحد عم بيصيروا كثير يعايروني فيها. وأنت مجنونة وأنت كنت بدار الصليب. أنا بوصل بشغلات كثير قاسية. إيه مش بس بيك الوحش، في وحوش كثير. أكيد. تزوجتي ثلاث رجال وعندك سبع أولاد منهم. أولادك كلهم تحت سن ال 11. صراحة. وكيف عايشة؟ أولادي عايشين يعني تقريباً عم بيعيشوا الحياة اللي أنا عشتها، بس ما في قصة إنه بعد اغتصاب. أنا ما وصل لي خبر هيك يعني من أي بنت. بس أنا خايفة بصراحة. أنا ببقى من لبنت مع بي. صرت انا عندي عقده لدرجه انه اذا بشوف بنت لابسه قصير قدام بيها صرت شك، يمكن يكون بيها كثير منيح. بس هذا الشيء اللي انا عشته صرت هيك فكر فيه. كنت تخافي من جوزك على بنتك يعني؟ هلا تقريبا ايه. تقريبا، بس هو ما عندوش هيك شيء يعني ما بظن ابدا. ما عنده هيك شيء ابدا لانه هو ملتزم. طيب هول الثلاث رجال اللي انت تزوجتيهم ما بيسالوا عن اولادهم هلا؟ الأولاد السبعة معك؟ الأولاد السبعة معي. أول رجال بيسأل، بس مثل إنه بيجي بيطلع عليهم يوم يومين، بجيب لهم كام غراض وبتروح بيغيب معه 10 أيام 15 يوم. آخر فترة لقيت حالي انكسرت، تاخذ الأولاد هرب ما عاد حدا أخذهم. تاني قلت له تاخذ أولادك رح سلمهم للمغفر إذا ما بتاخذهم. ما كان ياخذهم كمان. آخر شيء هلا وقت اللي صارت القصة كل واحد صار بده أولاده. طب سهيلة وحدة عايشة حياتك بكل مقاسيها، شو بتتجوز وبتطلق؟ يعني هو سؤال شخصي بس انه بيجي ببال لأي حدا. يعني تزوجتي مرة واثنين وثلاثة وخلفتي من أول واحد وثاني واحد ثاني واحد. أنا بحاجة لحدا معي مثل ما بيقولوا لشريك. لحالي ما عم بقدر واجه. طب هلا خلصتي بسبع أولاد وما في شريك؟ هلا أنا بعدني على ذمة رجال. بس مش عايش معك؟ لا عايش مع أمه هلا هو.
غريب انه بيت طالع منه كل هيدا الظلم، واخر شيء يعني اختك بتحكي انه ما بدها تعرفك، كانها عم تقول ما بدها تعرفك. اختي مضغوطه على امرها. انا بقول لك اختي انت وما بتشوفي حدا من اخواتك، وانتم تعرضتوا لهالظلم بقلب بيت المفروض يعني تكونوا حد بعض. لا كلهم هيك كلهم. ما بعرف انا كثير يعني مستغرب انه كل واحد فيهم يربي نفسه، ما حدا عم يسال عن حدا. نحن وقتنا انتهى. انت تركتي البيت 9 سنين ورجعتي؟ اي بيت؟ بيت بيك ما هيك؟ ايه تركت، مش تركته 9 سنين. شو؟ انا تركت البيت وقت اللي فتح دار الصليب. وهو اللي رجعني بعد 3 سنين ونص. ما هذا هو انحبس اقل من 3 سنين. اقل بكثير. ورجع انحبس المره الثانيه. بس غريب انه بي بيت يعني مرتين يرفعوا عليه بنات ودعاوى، ثاني مره انحبس؟ ايه انحبس ورجع طلع دغري كمان. استغربنا كيف كان عم يقدر يظهر على الجلسه؟ كيف عم يقدر يظهر؟ في شيء منه مزبوط، في دعم عم بيصير، دفع مصاري، تبرطه، الرشاوي. على كل حال هي القضية لازم تتابع، لأنه مش معقول يكون عقابها بهالبساطة. كتير يعني كتير، ولا قاعد حياته وعادي ما في شيء. أقولك هلا بس يشوفك شو رح يقول؟ يقول شو ما بده يقول. هو ما لازم يقول، هو أنا اللي لازم أقول. شو بدك تقولي له؟ أنا بقول له الله لا يسامحه إن شاء الله. وهو عن جد كان حرام يجيب ولد واحد، مش نحن كلياتنا حرام. هو شتت عيلة، دمرها، فرقنا. يعني ومش دمر بس عائلته، دمر يعني احفاده. امك بتستاهل ينقلها نفس الشيء؟ امي كونها تركتنا، بس انا امي بدي اعرف بس انه اقدر اوصل لها. اذا هي عم بتشوفني انا بتمنى بس اني اشوفها، بقول لها بس يعني خليني اشوفها. طيب. تسمعني بس لاني انا كثير بحاجتها. نحن على كل حال بخصوص اولادك، انت خبرتيني انه انت حابه انه جمعيه تتولى امرهم، تواصلنا مع ست اميره سكر وهي مكلفه من شؤون مكاتب اتحاد لحمايه الاحداث، وقالت انه بدها تجتمع فيك لتعرف تفاصيل اكثر عن العائله لتقدر تلاقي مكان دافئ لاولادك. الله يقويكي، وعسى انه هيك هالقصه تكون